هذا بستان كامل مكمل، قوة ونخلة وناسة وحلالة و... تجريف وتدمير، هدم وتخريب، ثم إفراغ المناطق من أصحابها والعبث بتركيبتها السكانية، هي وقود حرب التغيير الديموغرافي المشتعلة في العراق ضمن حملة ممنهجة موجهة ضد مناطق سنية دفع الكثير من أبنائها ثمن التآمر والخذلان. تتجه اليوم بوصلة التلاعب بملكية أرزاق العراقيين نحو الأراضي المحيطة بمطار بغداد بذرائع مختلفة، من ضمنها الاستثمار وإنشاء مناطق سكنية لمنتسبي ما يسمى بجهاز مكافحة الإرهاب، إذ بدأت الآليات مؤخراً بتجريف بساتين منطقة البكرية غرب بغداد، وتلك محاولات قديمة متجددة تقف خلفها صفقات فساد مشبوهة بذريعة الاستثمار وتنتهي بتهجير قسري للأهالي والسكان الأصليين. احنا دا نشوف نفسنا ما مقصرين اتجاه وطننا شيء، زين ليش وطننا دا يقصر ويانا؟ لا يخفى على أحد أن الوطن يحكم بناءً على رؤية طائفية وعرقية، ولا قانون ولا عدل بمؤسساته، وهذا ما أظهره القرار المجحف والكارثي بحق أهالي منطقة البكرية الذين يسكنون هذه الأراضي منذ أكثر من 50 عاماً وقد توارثوها عبر عدة أجيال، واليوم يطالبون بإيقاف عمليات التجريف وأخذ أراضيهم بقوة السلطة، محملين أمانة بغداد مسؤولية التلاعب بهذه الأراضي، ومذكرين ببيان اللجنة النيابية التي شكلت سابقاً للوقوف عند مطالبهم، والذي أوصى بأن أراضيهم زراعية ومن غير الممكن تحويلها إلى مناطق سكنية. أنا أشرف على هذه اللجنة التحقيقية، أنا مع دعم الأخوة في جهاز مكافحة الإرهاب يكونون في غير مناطق مو على حساب الناس. لكن تلك التوصيات ذهبت كما سابقتها أدراج الرياح، ومشاريع وأجندات تمزيق النسيج العراقي ما زالت مستمرة.